كيفاش؟ أيها لالا، انتي جيتي في الكار بحال جيما. مرحبا بك. مشروبات، مقاعد جد مريحة، واي فاي وخدمات أخرى مع ساتيان بريميوم. اكتشفوا متعة السفر من جديد. ساتيان، سفر على حقو طريقو. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نسولوا الناس. مؤخرا أوصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. خرجنا للشارع باش نسولوا بعض المواطنين المغاربة شنو الرأي ديالهم في هادشي اللي قالوا، واش هما مع أو ضد المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. نات في حق الله سبحانه وتعالى، ما عندنا ما نقدروا نقسم بين المرأة والراجل، حيت المرأة عندها نصيب ديالها، حيت مع الراجل غادي يحميها وغادي الإرث. بالنسبة لي دي اللي عارف الدين الفقهيات، المرأة حاميها الراجل بجميع الحقوق ديالها، أما الإرث راه زيد عندها، وهذا الشيء اللي كاين بين المرأة والراجل، الله اللي كيحكم بيناتهم. يعني تبع الشريعة الإسلامية وصافي الشيء اللي كاين، الإسلام اللي قال لي كاين هو اللي كاين. الإسلام راه عنده تبارك الله 14 قرن، وحنا كنهنا ونبقاو غادي يخربق. لا فرق بين المرأة وبين الرجل، كاين بعض الخطرات الرجل ما تيكون عنده والو، تيتزوج تيمسك عليه الله، غادي نقول له هذاك الشيء ديالو، راه المرأة تعبت في الدار وهو تعب في البرا. إذا مقادين لو شي حاجة عنده من قبل نقولوا ربما راه، أما هي تدخلات للدار ولا حتى داك الشيء ديالها، هي خدامة في المنزل وهو خدام خارج المنزل، ما كاين حتى شي فرق. الفرق اللي غادي يقدر يكون إذا كانت المرأة خدامة ما تطمعش لها في رزقها. لست ضد المساواة في الإرث، الرجل والمرأة يتوالتان، يرث بعضهم البعض الاخر. ضد، حيت المساواه خاصها ضروري تكون، الاسلام كيحث على تكون يكون المساواه، الراجل ضعف المراه. وانا كنعرف بالثقه بعضياتنا كاين بين ام الاولاد راه بحال كي انت كي هي بحال هادشي اللي كنعرف انا. اللي قالها الله هي اللي كاينه، داكشي اللي في القران هو اللي كاين. غيبداو يزيدوا ولا غيبقاو ينقصوا، غيبقاو يتخاصموا مع الله، مضاربين مع الله، واش فهمتيني؟ من الاحسن كاين الدستور ديال المسلمين هو القران، ارجعوا للقران راه كل شيء فيه. ضد الارث يكون فيه المساواه بين الرجل والمراه، حيت خصنا ديما نبقاو غاديين على حساب الدين، الدين ما تعطيش المساواه. القضيه الاسلاميه هذا الدين اللي ما نقدروش دابا نقدم الزمان، والمراه نص عود والراجل عود، هذه قضيه اسلاميه. اما من الناحيه الاخرى كنظن ان المساواه راه مزيانه، وكاع نأيدوا المساواه في كل راجل كل مرأة. هذيك المرأة عندها نص عود والرجل عنده عود. الرجال قوامون على النساء كما قال لك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم نسولوا الناس. موضوع اليوم كان متعلق بالمساواة في الإرث، وكيف ما لاحظنا أن مؤخرا أوصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وسولنا بعض المواطنين المغاربة واش هما مع أو ضد. كيف ما لاحظتوا معي الآراء كانت مختلفة، كاين اللي كان مع المساواة في الإرث وكاين اللي قال بأنه ضد المساواة في الإرث. إلى هنا كانت حلقتنا اليوم، كنودعكم على أمل نلقاكم في حلقة مقبلة مع سؤال جديد. إلى اللقاء.